للإضاءة على الحراك التشكيلي المعاصر في سوريا ورفضه بوثائق نقدية وتعريفية برواده المعاصرين، استضاف نادي الأوركسترا في اللاذقية حفل توقيع كتاب دروب في المشهد التشكيلي السوري للكاتب علي الراعي صاحب التجربة الغنية في مجال النقد الفني. طبعا يتناول الكتاب مجموعة من التجارب الفنانين السوريين، يعني حوالي 21 فنان سوري. هلا أردنا بالتعاون مع الأستاذ علي أن نقيم أيضا معرضا تشكيليا يقدم أيضا مجموعة من تجارب الفنانين. من خلال متابعتي لما ينشره الأستاذ علي الراعي في الدوريات المحلية وتشرين ثورة النور، عندي اطلاع على طريقة تفكيره وكيف رؤيته للوحة، ولفتني بالغلاف تاع الكتاب موضوع ملامح هوية في الفن التشكيلي السوري. حقيقة هذا اللي بيهمني كتير كتير بالموضوع، وهو سبب كبير لحبي للكتاب قبل ما أشوفه، وحبي للمشاركة بالمعرض، لأنه الشغل الحالي هو الحقيقة كتير في الهوية السورية الأصلية، يعني هوية أوغريت. دروب في المشهد التشكيلي السوري هو كتاب يواكب التجارب الفنية المعاصرة ويوثقها للأجيال القادمة لربط الماضي بالحاضر والمستقبل ورفض الباحثين بوثائق أكاديمية عن الحراك التشكيلي المعاصر. الكتاب يتضمن 21 تجربة تشكيلية سورية من مجمل المساحة السورية والجغرافيا السورية، وهم أيضا من مدارس مختلفة ومن أجيال مختلفة، والأهم من كل ذلك أنهم على قيد الحياة. كنت أبحث على ملامح عن هوية تشكيلية سورية إلى حد ما نقول عنها سورية، وجدتها في هذا العمق الذي بنى عليه الفنانون التشكيليون عمارتهم التشكيلية التي هي تمتد عميقا من الميثولوجيا السورية العتيقة. ومن هنا كان الرقم 7 الذي استخدمته في الكتاب دلالة كبيرة، بمعنى أن اخترت 3 7 من الفنانين التشكيليين 21 وأضفت إليهم 7 فنانين كاريكاتير. بنقدم له كل الشكر لإله لجهوده اللي بذلها في تحقيق كتاب جميل وواسع الطيف في مجال الفنون. رافق الحفل موسيقى حية ومعرض فني لرواد الحراك التشكيلي في اللاذقية، وعكس اهتمام الحضور من فنانين ومتابعين للحراك الثقافي ارتباط الهوية السورية الوثيق بالفنون والثقافة الذي يمتد منذ بداية التاريخ وسيبقى إلى الأبد.